مركز للراحة النفسية والتكفل بالشباب، مشروع يعكف على تحقيقه مجموعة من الشباب ومنخرط فيه نخبة من النجوم والمشاهير والمختصين والخبراء كذلك. هذه الفكرة وهذا المشروع الذي يقوده مجموعة من الشباب يحمل رسائل حب وتضامن بدل اليأس والإحباط الذي تعاني منه نسبة كبيرة من الشباب في مجتمعنا. نتابع صور هذا المشروع ثم نعود لنناقش هذا الموضوع على انفراد. الحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي سيد إسماعيل الشاولي المدير التنفيذي للمشروع. إسماعيل، أنتم تعكفون على هذا المشروع منذ سنتين، في البداية كيفاش احتاجتكم الفكرة؟ فيما يخص مشروع مركز الراحة النفسية، كيفاش جاتنا الفكرة؟ هي أنه انطلقت من قناعتنا الشخصية ورغبتنا الجامحة باش نكونوا شباب منتج في هذا المجتمع بدل أننا نكون شباب محبط ويائس. من بعد خممنا في شيء للمجتمع حقيقة بحاجة إليه. كان من بين أهم الأشياء اللي المجتمع بحاجة إليه هي التأهيل النفسي، خاصة أننا في الألفية الثالثة صارت هذا المجال دول منا ومنا جد متفوقة فيه، ولكن في الجزائر ناقص بزاف هذه النوع من الخدمات. ولما شفنا التفتنا الواقع الشباب، لقيناه بأن الشباب يعاني من مشاكل نفسية كثيرة نتيجة تعقيدات الحياة المعاصرة ونتيجة كذلك ربما تفتحه على الحضارات وثقافات الأخرى. يعني التأهيل النفسي نقصد به اللي يعانون من اضطرابات نفسية، من مشاكل نفسية، من أمراض نفسية، ولا اللي يعانوا من مشاكل نفسية أو من أمراض نفسية أو المدمنين على المخدرات بصفة عامة. هذا هو المقصود من هذا. هو حقيقة هو مثل هذا المشروع لا يوجد في الجزائر، نقدر نقول لا يوجد هذا المشروع في الجزائر. بالنسبة لضخامة الفكرة، يعني هي فكرة ضخمة وكبيرة الأولى من نوعها، حتى هذا المركز اللي حسب الصور اللي شفناها واللي راح تشرح لنا أكثر أنه الأول إفريقيا. كيف احتاجتكم الجرأة باش تخوضوا غمار تجربة مثل هذه؟ مش سهلة يعني. الإنسان لما تصادفه مشكلة يبحث عن الحل. احنا صادفنا مشكلة بحثنا عن الحل. وش المشكلة اللي صادفتكم؟ المشكلة هي أنه شبابنا تلقي كيانه، أغلب شبابنا إن صح التعبير تلقي كيانه محطم، تلقي ثقته بنفسه مفقودة، تلقي ما عندوش رغبة في الإنتاج، ولما تبحث عن السبب تلقيه نفسيا منهار. هل يعني السبب هو نفسي فقط؟ هو مرتبط بظروف اجتماعية عديدة، أو كما مرتبط بتعقيدات الحياة المعاصرة اللي رانا نعيشها في الوقت الحالي. ممكن تلقي شباب عنده طموحات وعنده تحديات ما يلحقش لها بإمكانياته في قدراته، يكون نفسيا مهزوز، وهي اللي تخليه أنه يلجأ ممكن حتى المخدرات ويلجأ للحرقة ويلجأ حتى للعنف في الملاعب. طيب أنتم مشروع مثل هذا كبير، مشروع كبير، نعم. كيفاش هي الخطوات اللي درتوها باش تقدمتوا فيه؟ عندكم عامين وانتم ماشيين في هذا المشروع؟ نعم، عندنا عامين وإحنا ماشيين في هذا، ولأنه الفكرة جديدة والمشروع ضخم لقينا صعوبات كثيرة. أنتم علاش خممتوا مرة واحدة في مشروع بهذا الضخامة؟ على ما رحتوش شوية شوية، ولا أنتم علاش تقولوا ربما إحنا لما لا، علاش ما نديروش مشروع مثل هذا؟ لأنه ما ربطناش بنفوسنا فقط، اعتبرناه أنه مشروع كل الجزائريين ولازم يكون بقدر هذا الأسم، بقدر هذا علاش لا يعني لما لا. فهذا السبب اللي خلانا أن نطلق مشروع بهذا الضخامة، لأنه في البداية كانت صح فكرة بسيطة، مجرد مركز صغير نبنوه والناس تجي تستفيد من الخدمات تاعه وتروح، ولكن لما ربطناه لأنه عنده قيمة معنوية كبيرة اللي هي قيمة الحب والتضامن والتعاون، نهته من خلال هذا المشروع أنه كل الأطياف تلتقي فيه. نعم، أنتم متشكلين في جمعية ولا أفراد هك شباب؟ احنا الآن رانا مع عدة مؤسسات، مع عدة جمعيات، راهم مع
معنا في هذا المشروع. انتم يعني مجموعه من الشباب اللي كانت عندها هذه الفكره؟ نعم، والان رانا في 16 ولايه اللي فعالين بشكل كبير، فتيات وشباب من مختلف التخصصات هي اللي راهي رافده هذا المشروع. واش طلب منكم هذا المشروع؟ واش انجزتوا؟ واش يخصكم؟ واش انجزنا لحد الان؟ اننا قدرنا نديروا الاسم مركز راحه نفسيه، نديروا له اسم، قدرنا نقنعوا الناس اللي كانت تشوفوا بان هذا المشروع ضرب من الخيال، ولو انه كاين ناس مازال تعتبر هذا المشروع ضرب من الخيال. مش مصدقه انه مجموعه من الشباب يقوموا بهذا المشروع الكبير، هو الاول افريقيا. نعم، مش مصدقه عليه، لانه دائما احنا ندوا نظره دونيه للشباب، دائما نشوفوا الشباب بانه شباب تايه ضايع، نتاع مخدرات، نتاع عنف في الملاعب، نتاع حرقه، غير خامل، غير منتج. بصح لما جاوا شباب بهذا المشروع الناس ما استوعبتش، او بعض الناس ما استوعبتهاش. يعني واش حققتوا لحد الان؟ واش مازال يستناكم؟ اللي حققنا لحد الان اننا قدرنا نلموا مجموعه من الشباب، يعني من 16 ولايه، حققنا لحد الان قدرنا اننا نقنعوا شخصيات ومشاهير مثل صالح اوغروت، بهيا رشدي، لطفي دوبلكانو، امل بوشوشه، وان شاء الله ثاني انت تكوني معنا ان شاء الله بكل فرح وسرور. قدرنا انه حتى حفيد الدراجي كذلك، حفيد الدراجي كذلك، وقدرنا ان كذلك حتى الجهات الرسميه، لانه الان المشروع راه يحظى بمتابعه سيد ولي ولايه الانديه، قدرنا انهم اقتنعوا بهذا. قدرتوا تحصلوا على ارض؟ قدرنا نتحصلوا على ارضيه اللي هي قطعه الارض موجوده. قطعة الأرض موجودة، اشتريتوها يعني بدراهمكم واللي قدرتوا تجمعوها، ولا تبرعوا لكم بها، ولا لا؟ هي اشتريناها بمساهمات أفراد معنا، حتى المبلغ مش مبلغ كبير مقارنة بقطع مقارنة بسعرها، بسعرها الحقيقي يعني نقدر نقول. ولكن ما أنا ما مش عارفة، يعني مش ممكن يكون فقط مقر أو إقامة للاسترخاء والنفسي، راح يكون أكثر شيء علاج. العلاج يتطلب وسائل كبيرة، العلاج النفسي اللي هو ما عندوش ربما فرق بين ما نقوله العلاج النفسي، العلاج العقلي كذلك يتطلب إمكانيات كبيرة، يتطلب لأن حتى المستشفيات نشوف، وإحنا عملنا تحقيق في الشروق، في سلسلة الشروق تحقق، عملنا تحقيقات، دخلنا بالكاميرا الخفية للمستشفيات اللي تعالج الأمراض النفسية والعقلية، ولقينا كوارث حتى الدولة ماهيش قادرة، أو ربما يعني كاين بعض الجهات ما همش حابين يطوروا هذا القطاع. وبالتالي نقول لك انه هذا المشروع يحتاج لطاقات كبيره. اولا احنا لما جبنا هذا المشروع حبينا نكونوا سند للدوله في هذه الاشياء، لان الدوله وحدها ما تقدرش، كما يقول يد وحدها ما تصفقش، حبينا نبرزوا دور المجتمع في مسار المجتمع المدني اللي لازم يكون له دور كبير. والمشروع تاعنا كاين فرق جوهري ما بين العلاج العقلي والعلاج النفسي. يعني احنا الان المشروع تاعنا عباره عن مركب للترفيه والتسليه. بهذا الترفيه والتسليه لمن؟ الشباب. هذا هو اهم شيء اللي فيه، ربما مرافق اخرى تلقاها مجرد مستشفيات. ولكن انت وش 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 يستفاد منك الشباب لما تدلوا مركز للترفيه والتسليه؟ وش راح يستفاد؟ لا، الفرق، لان نتكلم على الفرق ما بين المراكز العلاج العقلي والمركز نتاعنا. يستفاد لانه راح الدور تاع هذا المركز، الدور المهم هو تجديد الحياه لهذا الشباب، يكون شاب محبط، يائس، مدمن على المخدرات، يخرج من هذا المركز، يخرج وكانه خرج من حياه جديده. يعني الاشياء اللي لازم نوفروا له كل ظروف الراحه والاستجمام، الى جانب العلاج النفسي، يعني راح يرافقوه مختصين، علاج نفسي، ربما تاهيل، اهم حاجه نفساني. انك تاهله. نعم، خبراء نفسانيين في هذا المجال، بمعنى. وثاني حابين نكسروا طابو بين الاشياء اللي تخلي الشباب او تخلي الناس يعسوا على هذا المجال رغم انه مهم، لانه يصير روحه وكانه مجنون، والناس ترفض انه يقولوا عليه مجنون لما يروح مركز علاج عقلي، بصح مركز علاج نفسي بهذه المرافق يعني راح ينكسروا الطابور، راح نبينوا له بلي انت انسان عادي. الكثير من الامراض النفسيه تتحول الى عقليه بسهوله. نعم، كاين خيط رفيع بين المرض النفسي والمرض العقلي، وهذا العلماء اللي يقولوها، يعني مش كلامي انا. نعم، بصح حنايا قبل ما يولي مرض عقلي، حنايا نحاولوا اننا نجنبوه انه يكون مدمن او انه يكون يروح للمرض العقلي، ان شاء الله ربي يعافينا كلنا. انه هذا هو الدور تاع المركز اللي هو مركز الراحة النفسية، نحاولوا أننا نجنبوا أنه إنسان يكون مصاب بمرض. طيب عقلي. الآن وش اللي بقى لكم؟ الشيء اللي بقى الآن، إحنا المركز خذا كامل وقته من التحضير ومن التأهيل ومن التطوير وكذلك من الترويج. الآن راح ننطلقوا في المرحلة التنفيذية الأولى اللي راح تكون إن شاء الله تنطلق في 12 جانفي 2003 مع بداية السنة.
المرحله هي راح تشهد اننا نحقق الملموس من هذا المركز، راح تشهد بناء انشاء المركز لاننا راح نديره في مارس 2013 نوضع حجر الاساس لهذا المشروع. الشيء الهدف اللي حابين نوصلوا له رانا في طريق تاعو، ونطلبوا من كل الناس انه يتعاونونا، اننا حابين يكون مشروع كل الجزائري، ورانا نسعاو انه المشروع هذا يكون مفخره لكل الجزائريين، مفخره للشباب اللي يعني نعم يشاع على الشباب الجزائري انه فيه الياس والاحباط وانه يروح يفضل انه يموت في البحر على انه يبقى في البلاد. هذه المفاهيم ربما تقدروا تغيروها بهذه المبادرات. نعم، نجاح هذا المشروع هو نجاح لكل الشباب، لانه كما راك تقول راح تتغير النظره السلبيه على الشباب، حتى الشباب، لان هذه مش الصوره الحقيقيه للشباب ولكن جزء من بعض الشباب، حتى الشباب اللي تلقى عندهم ممكن طموح ولا حاب يحقق شيء من خلال هذا المشروع، لما شاف شباب كيما هو قدروا يحققوا مشروع بهذه الضخامه وبهذه الرفاهيه وبهذه الجوده، راح حتى انه هو يتحفز. لما لا يقول لك لما لا، انا علاش ما نقدرش ندير. على كل نتمنى لك كل التوفيق والنجاح، احنا رانا كاع معك وان شاء الله نتبع معك هذا المشروع اعلاميا او بطريقه اخرى ان شاء الله. ممكن رسالة أو كلمة حبيت تقولها في آخر اللقاء هذا؟ الرسالة اللي حبيت نقولها كما ذكرت من قبل، أنه هذا المشروع حبينا نمده لهذا المجتمع، وحبينا أنه تكون فيه صورة التعاون والتآخي. ربما أهم شيء في الجزائريين هي أنهم دائما يحبوا يكونوا يد واحدة، ولكن ما جاتش الفرص. شفنا في الكوارث الطبيعية كيفاش كانوا يد واحدة، ولكن احنا حابين كذلك في الوقت الرخاء في وقت الاستقرار اننا نكونوا كذلك يد واحده، باش ننجزوا مش غير هذا المشروع وننجزوا مشاريع اخرى. يعني نطلب من كل الناس اللي يقدر يساهم واللي يقدر يدعم هذا المشروع، انه نحن بحاجه الى كل يد مساعده ولا اي شخص ممكن يقدر يقدم هذا. ان شاء الله. نشكرك اسماعيل شاولي المدير التنفيذي لهذا المشروع اللي هو مشروع كل الجزائريين باذن الله. مشاهدينا الكرام، بهذه الرساله، رساله حب وامل، ننهي معكم حلقة اليوم. ألقاكم بإذن الله غدا بمواضيع جديدة وحلقة جديدة وضيوف كذلك وجوه جديدة. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.